تقع شيقر شمال غرب الرياض، اشتهر فيها العلم. يذكر قديما أن سنة من السنوات كان فيها 40 رجل مهيئ للقضاء، حتى سميت رحم نجد وبلد العلم والعلماء. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: لا أعرف قبيلة حاضرة من قبائل العرب في قلب نجد كثر منها العلماء مثل قبيلة بني تميم، ولا أعرف بلد خرج منه العلماء في قلب نجد مثل الشيقر الوشم. البيوت متلاصقة والممرات صغيرة وأسوار تكون حول المدينة كاملة، لكن في أشيقر السور ضم الأسواق والمزارع أيضا. كانت أبواب القرية تغلق في المساء، ولو جاء شخص في الليل ينتظر حتى تفتح الأبواب في الصباح، والهدف هو تحصين القرية من المتربصين والأعداء وحمايتها من الغزو والسرقات، فالأسوار هي خط الدفاع الأول. بعض القرى لو حوصرت أشهر وسنوات لصمدت، لأن عندهم الكفاية من المتطلبات الأساسية. كان الأمن هو الهاجس الأول في البلاد قبل توحيدها وقيام الدولة السعودية. من قصص هذه الأسوار والبيوت صمودها عام 1107، نزل الشريف سعد بن زيد في رمضان قرب شيقر وأراد حصارهم وسجن بعض وجهائهم، وكان هذا وقت استواء الزروع، وخافوا أن الشريف يتلفها عليهم، فأفتى الشيخ الفقيه أحمد القصير لأهل أشيقر بالفطر في رمضان ليتقوا في الحر ويحصدوا زروعهم في وقت قصير، فأخذوا يماطلون الشريف حتى أنه حصادهم وتحصنوا بأسوارهم واستطاعوا الصمود، فرحل ولم يتمكن منهم.